عرفت لتوي بأن إغناسيو انتحل شخصيتي وخدع كاساندرا عندما أخبرته عن لقاءاتنا وعلاقتنا. خدعها وتظاهر بأنه أنا، تظاهر أنه أنا ليفوز بقلبها. لم يكن مضطرا أبدا للتظاهر ليفوز بامرأة، فهو يتمتع بجاذبية لا تقاوم. لكن أمي يبدو أنه رسم خطة دقيقة خبيثة تساعده على الفوز. لطالما تساءلت لما يتزوج إغناسيو من امرأة يعتقد بأنها دون مستواه الاجتماعي. راحت تلك الغجرية تلاحقه أينما كان وتكتب له الرسائل وتأتي بحثا عنه. بحثا عني أمي، لا عنه بل عني. لم آت لأناقش هذه الحماقات ماتياس، احمل الحقائب. أمي من فضلك دعينا وحدنا، أريد التحدث وعلى انفراد مع كاساندرا، هذا مفهوم؟ لا جدوى من حواركما، فلترحل. يتعلق الأمر بثروة ألفونسو. واثق بأن الثروة وراء كل تصرفات إغناسيو الغريبة وزواجه منها. كاساندرا أخبرتني بأن... أؤكد لك أنها مجرد أكاذيب، هي وتلك الغجرية كاذبتان ولا يجوز أن تصدقهما. لكنني متأكد من أن ثروة ألفونسو هي السبب أمي، أنا واثق. وإلا ما كان إغناسيو يسعى لزواج المصلحة هذا. لكن إغناسيو مات لويس دافيد، ولا تسئ إلى ذكراه، هي القاتلة ولم أعد أتحمل رؤيتها. ارحلي ارحلي، وإن لم تفعلي رميت بك خارجا. ارحلي، أخبريه الحقيقة. ولما لا تقولين لابنك من أكون؟ اخرسي، لن أسمح لك. لما لا تخبرينه ما فعلته بي تلك الليلة؟ هل لأنك تخجلين أم تخافين؟ أيتها الوقحة، كيف تجرؤين على اتهامي داخل منزلي؟ ليس منزلك بل منزلي. إن منزلك في السجن. أمي أرجوك اهدئي. لا تدافع عنها. اهدئي، لا تدافع عنها، إنها قليلة تذكري وضعها. أمي هناك طفل. لا ترحمها أبدا لأنها لم ترحم ولدي. أمي لا يجوز أن تتصرف فيها كذا. أخرج من هنا، أخرج من هنا لويس دافيد، نتحادث فيما بعد. أخرج. أمي، إن كنت جبانا وضعيفا لتنسى قسمك بالانتقام من قاتلة أخيك فدع أمك تثأر لها. أمي إن كنت جبانا وضعيفا لتنسى قسمك بالانتقام من قاتلة أخيك فدع أمك تثأر لها. أمي، أخرج قلت لك، لأن نكثت بعهدك فلن أفعل أنا. قلت لك أخرج.